مساء الخير على كل مشاهدينا، مشاهدي تواصل في كل مكان وقناة الصحة والجمال. النهاردة حلقة جديدة من تواصل، وهيبقى ملفنا عن طبعا حاجة بتشغل بال ناس كتيرة جدا، وخصوصا طبعا بعد يعني ما رجعنا المدارس، وهي ملف كورونا والموجة التانية. خلوني في الأول أرحب بزميلي دكتور خالد صقر. أهلا بيك يا دكتور خالد. أهلا بيك يا دكتور. النهارده يعني ملف كورونا، وطبعا بنفتح الملف بعد ما وجدنا ان في الفتره الاخيره بدا الحالات الاصابه بفيروس كورونا في ازدياد الى حد ما، وكان في كلام على فكره انه هيتم اغلاق المدارس حفاظا على صحه الطلاب، وفي بعض الاخبار بتقول انه ازدياد بعض الحالات في المستشفيات. مدى صحه الكلام ده من عدمه؟ طبعا هيجاوبنا على ده الدكتور اسلام عنان، دكتور اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه بكليه الصيدله جامعه مصر الدوليه والمستقبل. اهلا بيك دكتور اسلام. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا دكتوره ايمان. اهلا وسهلا خالد، اخباركم ايه؟ الحمد لله بخير. اهلا النهارده انا بس سامعكم بصعوبه للغايه، انا سامع الاستوديو مش سامعكم انت. سامعنا كده يا دكتور اسلام؟ طيب كويس كده تمام. زي الفل. تمام يا دكتور اسلام. سؤالي لحضرتك اول حاجه يا دكتور اسلام، بما اننا رجعنا دلوقتي خلاص المدارس والطلاب رجعت مره تانية للمدرسه، اخبار طلاب المدارس في ظل وجود الكورونا وفي ظل وجود ممكن يكون في موجه تانية قريبه، المفترض هنعمل ايه؟ والطلاب الامور اولياء الامور يعني يطمنوا ازاي؟ والله يعني ده يعني سؤال مهم جدا نبدا بيه النهارده. احنا كلنا قلقانين الصراحه، يعني هو في عموما شويه يعني اجراءات معينه كده محتاجين ناخد بالنا منها لينا كاولياء امور. كلنا عندنا اولاد، والولاد دخلوا كلهم المدرسه دلوقتي. هو دايما النصيحه الاوليه كده ان الاهالي نفسها محتاجه تروح المدرسه قبل الولاد، تشوف المدرسه عامله ايه، تمام، هل فعلا عاملين اجراءات، هل الاطفال قاعدين بعاد عن بعض في الفصول، هل في بينهم فعلا مسافه كافيه، هل بيتبعوا ابسط اجراءات السلامه من التنظيف ان هم ياخدوا بالهم من الولاد. ده جزء، في جزء مهم جدا، هل بيعمل لهم توعيه؟ احنا طبعا التوعيه والوعي بتاع الطفل صعب قوي ان هو يتطور، احنا فشلنا ده يعني للاسف، يعني ان احنا الكبار ده خليهم يلبسوا كمامات دلوقتي. طبعا مش قادرين نجبر حتى الاطفال ان هم يلبسوا الكمامات دلوقتي. فدلوقتي ان احنا نخلي اطفال اللي هم الكبار نسبيا، طبعا الكمامات للاطفال اللي تحت 12 سنه ممكن تكون مش كويسه عشان التنفس يعني. فاحنا دايما اللي اقل من 12 سنه بنقول هو محتاج يبقوا قاعدين بعاد عن بعض. الاكبر شويه يقدر يلبس كمامه. بس برضه مش على طول، يعني الاحسن في المدارس، بعض المدارس عامله كده، وده طبعا اجراء كويس، ان هم وهم في الفصل بياخدوا الدرس مش لابسين الكمامات اللي هم قاعدين بعاد عن بعض، لكن المدرس لازم يبقى لابس الماسك بتاعه. ده جزء. الجزء الثاني بقى ان في، وده مهم قوي، مين الاطفال اللي يستثنوا من كده؟ يعني مين الطفل اللي انا المفروض ما اخلوش يروح المدرسه؟ والوزاره والقانون نفسه سمح له بكده. اللي عنده مرض ممكن يتفاقم عليه الاعراض لو جاله لا قدر الله الفيروس، يعني ممكن اعراضه تبقى اعلى. الاطفال اللي عندها مشاكل في المناعه او حساسيه مثلا. بالظبط كده، او عنده مرض مزمن. او لو كان الطفل ساكن مع حد عنده في البيت عنده مرض مزمن ومثلا كبير في السن، يعني حد فوق 60 وعنده سكر، خوفا من انه يعدي باقي الاسره يعني. بالظبط كده، دول اللي ممكن نستثنيهم ويبتدي ساعتها يدرس عن بعد، اللي هو زي كده ما موجوده كل المدارس دلوقتي، ان هو يقدر يدرس عن طريق التابلت سواء كان في المدارس الحكوميه او حتى في المدارس الخاصه، يعني في الاثنين. فده اجراءات المدارس ببساطه. ربنا يحفظ الولاد. هو الحمد لله ان الولاد الاطفال الاصابات فيهم خفيفه جدا، حتى اللي بيجي له كوفيد هو 50% منهم، اللي بيجي له كورونا 50% منهم ما عندهمش اي اعراض، 50% التانيين اعراضهم خفيفه قوي، 1% اللي بنضطر مثلا ندخله مستشفى ونشوف ان احنا محتاجين نعمله مثلا تنفس وهكذا. المشكله كلها ان هم بس بيقعدوا الاهل، يعني حتى لو هو جاله الفيروس وهو ما عندوش اعراض ممكن يعني حد تاني عنده كبير ويجيب له الفيروس وساعتها تبقى فيه اعراض. عشان كده احنا لقينا ان المدرسين اكتر نسبه ابتدت الاصابات تزيد منهم بعد ما المدارس فتحت، مش الاطفال. يعني الاطفال فعلا زادت النسبه من 2% ل 7%، بس الاصابات خفيفه. المدرسين جالهم اصابات شديده في العالم كله، احنا مش بنتكلم في مصر بس. ربنا يستر يعني على اولادنا باذن الله والمدرسين يعني وكل الاهل. يا دكتور اسلام، لو حصل ان هم شافوا ان المدرسه مش قادره توفر الاجراءات الوقائيه كويس، فمطالبين ان هم يرجعوا اولادهم البيت تاني، صح كده؟
ومطالبين ان هم يشتكوا المدرسه، لان هو قانونا كل المدارس الحكوميه وزاره التعليم العالي وزاره التربيه والتعليم الوزارتين حاطين اجراءات وحاطين ارقام للشكاوي، ان لو المدرسه مش عامله او الكليه الجامعه مش عامله الاجراءات دي نشتكي، لان ده في الاخر مصلحه ولادنا ودي فيها مسؤوليه اجتماعيه، احنا كلنا محتاجين نحافظ على بعض. انا مش احنا اوقات بنلاقي طبعا انا عايز نفسي الاولاد يرجعوا المدرسه طبعا، لان كانت سنه صعبه السنه اللي فاتت، بس في الاخر المصلحه العاليه المصلحه الكبرى هي الصحه، هي الحفاظ فالرابط على في صحة الصحه انا مش هعمل المواطنين حاجه سواء تانيه. طلاب أو أسر. بالظبط كده، بالظبط كده. دكتور إسلام، هو في بعض الأحيان لو الأسرة وجدت تقصير داخل المدرسة في النظام للإجراءات الوقائية ولجأوا، هل لما بيلجأوا لخط الشكاوي الخاص بعدم اتباع الإجراءات الاحترازية في المدارس، وده موجود على فكرة في بعض المدارس وفي بعض الناس رصدت ده، هل هنا الناس تقعد ولادها في البيت لحين حل المشكلة، ولا ايه الطريقة اللي انت شايف من وجهة نظرك ان هم يتعاملوا بيها لما يلاقوا مشكلة؟ والله هي دي نقطة كويسة يا دكتور خالد، صحيح بعيدة عن تخصصي بس أنا أقول لك وجهة نظري، إن إحنا محتاجين نبقى إيجابيين فيها. يعني أنا لو عندي رقم للشكاوي ما ردش عليا ما عرفش أوصل لحاجة، أنا محتاج أبقى إيجابي إن أنا أروح أشتكي بنفسي. إيجابي إن أنا أقول لبقية الناس إن إحنا لو كلنا قعدنا أولادنا في البيت عشان المدرسة مش ملتزمة، المدرسة غصب عنها هتلتزم، مع المدرسة لو غاب عنها الطلاب حتى لو كانت مدرسة حكومية هيبقى في علامة استفهام كبيرة على ناظر المدرسة وعلى المسؤولين، هيضطروا ان هم يحسنوا اللي هم بيعملوه، او على الاقل صوتهم هيوصل للوزارة. يعني هي في الاخر احنا مش بنقول ان الناس محتاجة تعمل اي حاجة غلط او ان هي هتروح تتخانق مع المدرسة، الموضوع بسيط، هو في اجراءات الوزارة قايلاها، المدرسة اللي مش ملتزمة بالاجراءات محتاجة اشتكي المدرسة للوزارة عشان صحة ولادي ما بقاش سلبي. كويس. يعني مرة في مرة ممكن الشكاوى دي توصل بالفعل وتسمع، وطبعا يتاخد ضد المدرسة اللي مش متبعة الإجراءات الوقائية أي طبعا أي إجراء ضدها، وده طبعا عشان خاطر صحة ولادنا. طيب بما أننا دلوقتي في إصابات والإصابات ابتدت تزيد، هل فعلا يعني الموجة التانية بقى فيها إصابات كتيرة جدا جدا بس عدد الوفيات قل قوي، حضرتك عندك تفسير للقصة دي؟ زي ما تفضلت بالظبط يا دكتور ايمن، النقطه دي حلوه قوي. احنا الناس كلها خايفه من الاصابات وبتبص على اسبانيا وعلى فرنسا والمانيا وان الاصابات عاليه جدا، حتى برضو جنبنا هنا في الاردن ولبنان ابتدت اصابات تعلى، بس في الاخر الوفيات حتى في اسبانيا وفرنسا اللي هي الاصابات فيها عاليه قليله جدا، لان هو الاصابات دي راجعه للفيروس. يعني احنا دايما نقول حجم الاصابات ده حاجتين، الفيروس موجود بنفس الانتشار بتاعه فاحنا ما قفلناش العالم كله فهيفضل ينتشر، والحاجة التانية هو حاجة راجعة للانتقال والانتشار بتاع الفيروس ده من حد مصاب لحد سليم. الحاجة التانية بقى اللي أهم اللي هي الوفيات دي معتمدة صحيح على الفيروس، لكن في اعتماد كبير قوي على المنظومة الصحية. يعني المنظومة الصحية ايه المشكلة في المرض كوفيد 19 اللي هو بيجي من فيروس كورونا؟ ان العيان لو ما اتعالجش بسرعه بيبتدي تتفاقم عنده الحاله، بيبتدي يخش في اعراض تنفسيه حاده، وبعد كده يبتدي يخش ان هو مضطر ان هو يتحط على اجهزه تنفس صناعي، فبالتالي ده كلها مشاكل ممكن تؤدي لقدر الله الوفاه. احنا الانظمه الصحيه حاليا في العالم كله ومصر بقت دلوقتي عارفه هتعالج بايه. احنا لو فاكرين لو رجعنا كده في اول شهور من الجائحه كده من اول ما كورونا بدات، كان احنا مش عارفين نعالج بايه، كان كل شهر نقول احنا هنطلع بروتوكول هيدروكسيكلوروكوين جديد. ده دواء، ولا الدواء ده كويس، لا الدواء ده وحش، نشيل الدواء من البروتوكول نحط دلوقتي احنا بقى عندنا بروتوكول واضح وصريح للعلاج، يعني عندنا علاج واضح للحالات الخفيفه والحالات المتوسطه والحالات الحاده. وبقى في كمان فبقينا زياده في الوعي من الشخص نفسه ان هو مجرد ما بيحس باعراض بقى خلاص بيقول انا ممكن اكون كورونا، فبيبتدي بالظبط، ياخد فابتدي البروتوكول يعالج بتاع نفسه العلاج. في البيت. دي حاجه. الحاجه الثالثه بقى وده برضه حاجه مهمه قوي، هي راجعه للفيروس نفسه، ان كل ما الاصابات بتزيد بيبتدي انتقال الفيروس من شخص لشخص، ودي حاجه لسه ما اتثبتتش علميا بس تحت الدراسه حاليا، ان هو ابتدى يضعف اصاباته نفسها الاعراض نفسها خفيفه، عشان كده ابتدينا نسمع ان الناس بيجي لها اعراض دلوقتي اخف بكتير من قبل كده، والسن الاعمار نفسها اقل، لان طبعا حاليا ابتدى الناس كلها تنزل في الشارع، الشباب كلهم موجودين، ففي اعراض اقل حتى لو كان الانتشار اعلى. ده يطمننا يعني صحيح ان الحمد لله الوفيات قليله، وده هدف، احنا ما عنديش مشكله في الاصابات. انا لو في كل في مصر لو في 50 مليون اصابه وصفر وفيات هيبقى ده زي البرد، احنا البرد تقريبا كلنا بيجي لنا برد، بس المهم ان ما حدش يموت منه.
بالظبط. فما عنديش مشكله في الاصابات طالما اعراضها خفيفه وطالما ما فيش وفيات. امتى متوقع ان ده يحصل؟ طبعا متوقع نوصل لصفر وفيات لما يحصل حاجه من اربعه، يعني يا اما ان احنا يبقى عندنا فاكسين لقاح موجود، واللقاح ده نقدر نديه نطعم بيه عدد معين من الناس نسبه معينه ان هو نوصل يبقى زيه زي شلل الاطفال كده، ان هو اختفى خلاص الحمد لله. تمام. طبعا هيبقى موسمي، او ان يبقى عندنا علاج قوي جدا ان اي حد ياخد العلاج ده ما يوصلش للتفاقم ما يبقاش في اي وفيات، او الحاجه الثالثه ان ربنا من عنده كده الفيروس نفسه يختفي ويضعف وما يبقاش موجود. ودي حصلت قبل كده في يعني في وباءات كتير قوي زي سارس وزي ميرس وهكذا. او الحاجه الرابعه ان احنا نقفل اغلاق تام ونقطع يعني نقطع صله ما بين اي حد مصاب وسليم، يعني اي حد مصاب ما يشوفش وده حد صعب سليم، الحدوث طبعا فالفيروس يعني. لما شخص يخف ما يلاقيش مكان يروحه ويختفي. ده الاربع سيناريوهات اللي توصلنا لصفر وفيات. تمام. امتى دول؟ لسه شويه، واحنا ما عندناش قدامنا غير الحته الرابعه اللي هو النقطه الرابعه، ان انا الشخص المصاب ما يقابلش حد سليم عشان العدوى على قد ما اقدر ما تنتشرش، لغايه ما يبقى فيه لقاح وده هياخد وقت، لغايه ما يبقى فيه علاج وده هياخد وقت. يعني فكرة تقنين على حتى لما الناس تكون مصابة بنقنن الإجراءات الاحترازية بحيث إنه نقلل من نقل العدوى لعدد أكبر من الأشخاص. ده سليم بالظبط بالظبط زي ما تفضلت كده، ان انا اقطع الصله ما بين اي حد اي، عشان كده احنا دايما نقول للناس يعني اللي سامعيننا دلوقتي لو عندك اعراض ومش متاكد حتى اذا كانت كورونا ولا لا، اعزل نفسك، لان ممكن انت تجيلك اعراض خفيفه وان شاء الله وتخف، بس لا قدر الله ممكن تعدي حد تاني ولا قدر الله يتوفى. واحنا يعني انا شفتها في قصه كده لحد يعني للاسف عدا يعني والدته توفت ذنب مش طبيعي، ان هو حاسس ان هو السبب حتى لو بطريقه غير مباشره في وفاه نفسيا والدته. حتى، نفسيا حتى لو ما بيشعر ان نفسيا هو السبب في بالظبط كان نقل موضوع العدوى صعب لأسرته، جدا. وخاصة ان حصل حالة وفاة بيبقى الموضوع نفسيا بيبقى اصعب. ده صحيح ده صحيح، ربنا يحفظنا جميعا يعني. يا رب اللهم امين. طيب دكتور اسلام، في حاجه كده او مصطلح بقينا نسمعه في الفتره الاخيره اسمه اليقظه الدوائيه، عايزين حضرتك بقى تبسط لنا المصطلح ده لان ناس كتيره جدا سمعته ومش فاهمه معناه. هو يعني اسمه للاسف بالعربي وباللاتيني اصعب من بعض، يعني أنا عارفة هما فارماكوفيجيلانس الاتنين باللاتيني أصعب من بعض فعلا. واليقظه الدوائيه بالعربي. ده أكيد. اليقظه الدوائيه ببساطه كده مع ان احنا يقظه احنا بنراقب الادويه، فاي دواء لسه ما نزلش وترخص في السوق او حتى ترخص في السوق، يعني المرحلتين دول اللي هي ما قبل الترخيص ويبقى موجود في الصيدليات او ما بعد الترخيص، لازم يبقى عليه مراقبه هل بيجيب اي اثار جانبيه ولا لا. تمام. يعني هل بيحصل مع الدواء صداع، مش عارف ينام، بيحس ان الدواء ده تعبه بطريقه معينه، الكلام ده كله ليه علم لوحده كده اسمه اليقظه الدوائيه، ان احنا بنحاول نكتب كل الاثار الجانبيه اللي بتحصل من الدواء. يعني انت لما بنفتح الدواء بنلاقي جواه نشره كده مكتوب فيها الاثار الجانبيه، متعودين احنا دايما اول حاجه بنقراها للاسف دي يعني اول حاجه وبنجري كده الاثار الجانبيه هيحصل وارفض لنا ان ايه انا اخد الدواء الجانبيه. كده بدون ما اعرف اي حاجه هنا. ده احسن حاجه. فالآثار الجانبية هتلاقي مثلا قيء غثيان، مش عارف النسب حتى اللي هي مثلا يقول 3% غثيان أو 4% قيء أو الحاجات اللي موجودة دي بتطلع من اليقظة الدوائية. كل حد بيجي له أي عرض حتى لو كان مش مرتبط بالدواء أو اللقاح بيتقيد، يعني حتى مثلا لو واحد دخل في تجارب سرية يعني بيتجرب عليه لقاح زي ما بنشوفه دلوقتي وماشي في الشارع عمل حادثة عربية خبطته مثلا، هل اليقظه الدوائيه محتاجه تراقب الراجل ده وتقول على فكره حصل 1 2 3 4؟ لان لو كان الموضوع ده بيتكرر لما ممكن يكون الدواء ده بيخليه عنده مثلا ايه عدم وعي شويه، بيخليه دايخ يفقد فبيبقى معدي التركيز الشارع مثلا. دايخ. ماشي مش متزن في الشارع مثلا. بالظبط. فاليقظه الدوائيه بترصد بتكتب كل حاجه ممكن تحصل لاي شخص موجود في اي تجربه او حتى بره التجارب السريه، يعني ما قبل تسجيل الدواء ان هو ينزل الصيدليه لو في اي تجارب سريه، طبعا التجارب السريريه والتجارب الكلينيكيه اللي هي التجارب اللي بنعملها على البشر عشان نشوف اللقاح ده بيجيب نتيجه ولا لا، او نشوف الدواء ده بيجيب نتيجه ولا لا. سواء كده او كده اليقظه الدوائيه دي ماشيه يوم بيوم على العيانين، لو جاله صداع يكتب عنده صداع، لو جاله برد يكتب عنده برد. وده اللي حصل في اللقاح بتاع استرازينيكا. لما في الاول حصل برضو اثار جانبيه فتوقفت التجارب السريريه في انجلترا لغايه ما شافوا يا ترى هل الاثار الجانبيه دي مرتبطه باللقاح ولا لا. لو مرتبطة يبتدوا يدرسوها أكتر، مش مرتبطة يكملوا التجارب السرية. دي طبعا كانت حاجة جديدة من أول ما كوفيد يعني حصل بقت بتحصل، إن زمان كانت التجارب بتكمل من غير ما يوقفوها. وحصل حالة الوفاة في البرازيل، يعني البرازيل حصل حالة وفاة لشخص بياخد اللقاح. دي اليقظة الدوائية تعمل تقرير برضو للمنظمة
الحالات الخطره، وتبتدي تشوف يا ترى هل الحاله الوفاه دي مرتبطه باللقاح ولا لا. حتى الان لم يصدر مثلا تقرير اليقظه الدوائيه للحاله اللي ماتت في البرازيل، لما تصدر هيبان بقى ساعتها ان كان في علاقه ولا ما فيش علاقه بالاثار الجانبيه باللقاح. ده ببساطه اليقظه الدوائيه، مراقبه الدواء لاي اثار جانبيه. كويس دكتور اسلام، دايما العالم كله او خلال الفتره الاخيره بدايه من ازمه كورونا كان كل الناس منتظره لقاح لعلاج فيروس كورونا او لقاح للحفاظ على يعني انه الناس ما يحصلهاش اي مضاعفات من فيروس كورونا. ليه لقاح مش دواء يعالج المشكله؟ دي نقطة كويسة جدا، ودي نقطة للأسف مش موجودة بس في فيروس كورونا، موجودة في معظم الفيروسات. يعني احنا لو خدنا بالنا كده، احنا حتى الآن للأسف حتى ما فيش دواء جيد للإيدز مثلا، فيروس الإيدز، أو دواء جيد للإيبولا. معظم الفيروسات حتى اللي احنا بنديها لأطفالنا التطعيمات اللي احنا عارفين طبعا كلنا بنودي ولادنا التطعيمات والثلاثي، بعد كده بياخدوا الجرعة التنشيطية. معظم الحاجات دي للفيروسات ما كانش هيبقى ليها دواء فعال، يبقى ليها فاكسين. فهو دايما الحل السهل للفيروس هو اللقاح، الحل الاحسن عكس الأفضل. البكتيريا. البكتيريا الناس بتاخد مضاد حيوي، والمضاد الحيوي بيجيب نتيجه كويسه. للاسف حتى الان العلم لم يتطور يعني ان يبقى فيه دواء للفيروسات قوي، ومعظم التجارب بتاعت ادويه المضاده للفيروسات للاسف يعني ما كانتش جيده حتى في الفيروسات القديمه جدا. فبنعتمد اكتر ان احنا يعني اسهل ان انا انشط الجهاز المناعي ان هو اللي يتغلب لوحده على الفيروس، بدل ما اعمل دواء يقتل الفيروس. هم وجدوا ان انت تخترع دواء يقتل الفيروس صعب، لكن لو خليت جهاز المناعي يقتل الفيروس دي حاجه سهله، اسهل شويه. فبيقوموا واخدين الفيروس نفسه، يقوم بطريقه معينه كده يخلوه ضعيف، اللي بيسموها واهن، ضعيف جدا بحيث ما يعملش اي حاجه، ويقوم حقنه في الجسم. فالجسم لما يلاقي الفيروس ده داخل يقوم يقول يعني جهاز المناعه يطلع يقتله بسهوله ان هو خلاص بقى ضعيف، بس يبتدي يعمل له ذاكره كده، يقول انا خلاص انا دخل لي الفيروس ده عندي في الجهاز المناعي صوره بتاعته، لو دخل لي تاني حتى لو كان قوي هعرف اقتله. فلما يجي الفيروس بقى بصورته الحقيقيه حتى لو كان اقوى، على طول بيقوم جهاز عشان كده المناعه خلاص حصل اتعود، موضوع الذاكره البي ار بي موجوده. او الحقن البلازما من الشخص اللي عنده فيروس كورونا، وكانوا اتكلموا فترة من الفترات عن الجزئية دي ان هو لقاح في بعض الأحيان. هو البلازما تعتبر أمصان، احنا دايما بنسمع المصل واللقاح صح؟ فالبلازما هي دي المصل. اللقاح هو ان انا ادي، يعني كلمة اللقاح معناها ان انا ادي الفيروس نفسه جوه الجسم، فالجسم يتعرف عليه. بس طبعا ادي فيروس يا اما ميت يا اما واهن يا اما جزء منه، فالجزء الجسم يتعرف عليه يعمل له ذاكرة عشان في المستقبل يبتدي يقاومه. لكن لو اديت بلازما انا عملت العكس بقى، انا عملت ايه؟ انا خدت شخص تعافى من الكورونا، فالدم بتاعه بقى فيه مضادات اجسام وعنده جهاز مناعي قوي، فانا اخد منه البلازما واديها لشخص لسه عنده الفيروس عشان تساعده، فانا بزود له بجسمه مضادات الاجسام. ده فكره المصل، فهي مختلفه شويه عن فكره اللقاح. بس للاسف يعني هل البلازما يا دكتور اسلام اثبتت فعاليتها بعد الحقن ولا لم تثبت فعاليتها بعد؟ هو يعني النقطه دي للاسف كان عليها ديبيت كده لغايه شهر يعني يونيو، كانت طلعت في مجله علميه، دي اكبر مجله علميه في العالم اسمها كوكرين، يعني بغض النظر عن الاسم، قالوا احنا لغايه دلوقتي مش متاكدين هل بلازما الدم دي ليها نتيجه ولا لا. وطبعا ده كان خبر صادم، يعني لان المجله دي، المجله العلميه دي اكبر مجله في العالم، لما بتنشر خبر زي ده موضوع كبير. لغايه أكيد. ما جاء دراسه في الهند حصلت من 10 ايام، وللاسف الدراسه دي بيسموها بقى دراسه معممه، يعني دراسه اللي يحصل فيها يحصل في حته في العالم، دي ليها شروط معينه كده. قالوا ان كل الناس اللي خدوا بلازما في تقريبا 50 مستشفى في الهند ما فرقوش اي حاجه عن اللي ما خدوش بلازما. فبالتالي بعد ما اتنشرت الدراسه دي، ودي اتنشرت في برضه مجله انجليزيه مرموقه اسمها بي ام جي بريتش ميديكال جورنال، فلما ده حصل العالم دلوقتي بيشوف ازاي هيشيل البلازما من البروتوكولات، الا لو على مسؤوليه الدكاتره، يعني الدكتور نفسه هو اللي شايف ان ده هينفع، او ان وزاره الصحه في بلد معينه. لكن على مستوى العالم للاسف البلازما من اسبوعين اثبتت ان هي مش فارقه حاجه عن العين ما بتاخدش بلازما. تمام. طيب بالنسبه للقاح الانفلونزا،
دلوقتي ناس كتيره جدا متهافته على ان هي بتدور على لقاح الانفلونزا. عليه حرب يا دكتور، عليه حرب دلوقتي فعلا طاحنه حرب، وبتدور عليه يعني بابره زي ما بيقولوا كده، علشان خاطر متخيله ان لقاح الانفلونزا الجديد ده هيقي من كورونا. الكلام ده صحيح؟ الكلام ده غير صحيح. وخلينا فعلا يعني انا عاده ما بحبش اقول حاجه يعني صريحه جدا كده، بس المره دي دايما في موضوع لقاح الانفلونزا خليني اقولها مره واحده: لقاح الانفلونزا لا يقي من كورونا. لقاح الانفلونزا لا يقي من كورونا، ما بيحميش من الكورونا. يعني عشان لقاح بس الانفلونزا الناس تبقى فاهمه كويس جدا ان ده حصر بالنسبه لنا يا دكتور اسلام، يعني خلاص بقول ده حصر البرنامج، يعني هذا اللقاح لا يقي من فيروس كورونا، لانه الموضوع فعلا عليه جدال واسع. وانا شفت بعيني انه في بعض الشركات وبعض المؤسسات عايزين يجيبوا للموظفين للحفاظ على ان هم يصابوا بكورونا عشان يبقوا هم الموجودين دايما في السوق. يعني خلينا نقول طب هو ليه الدوله مثلا قالت ان في بعض الناس تاخد اللقاح الانفلونزا؟ خلينا نشرحها سريعا كده. هو لقاح الانفلونزا بيقي من فيروس الانفلونزا. كورونا ده فيروس والانفلونزا ده فيروس مختلف عنه تماما، ما لهمش علاقه ببعض. فاللقاح بتاع الانفلونزا ما ينفعش للكورونا، لكن الاعراض بتاعت الانفلونزا، طبعا في ناس بيجي لها انفلونزا باعراض عاديه خفيفه، وفي ناس بيجي لها انفلونزا باعراض تنفسيه، يعني بيبقى بيكح جامد وعايز اكسجين وعايز يروح المستشفى. ده في الفتره بتاعت كورونا لو هيروح المستشفى وعنده انفلونزا، احنا كل الدكاتره تفتكروا ايه؟ كورونا. هيبتدوا ان هم يفتحوا له الطوارئ والمستشفيات العزل ويعملوا له مسحه، ويبتدي يخش وهياخد مكانه، وهيبقى محتاج جهاز تنفس صناعي. هم عايزين يقللوا الكثافة عشان لا قدر الله لو حصل موجة تانية قوية وبقينا محتاجين مستشفيات العزل، محتاجين أجهزة تنفس صناعي، ما يبقاش عندنا ضغط كورونا وعندنا ضغط الأنفلونزا. يعني نقدر نقول يا دكتور إسلام إن هو إجراء احترازي يعني. إجراء احترازي. فمين بقى اللي ليه أولوية في لقاح الأنفلونزا؟ هم نفس الناس اللي إحنا كنا دايما بنقول لهم أولوية في لقاح الكوفيد بعد كده. اللي هو ناس الكبار في السن. ما عندوش حساسيه من لقاح الانفلونزا، دي مهمه قوي، ما عندوش حساسيه من اللقاح. بياخد اللقاح كل سنه، ده هيبقى بالنسبه له الموضوع كمان ابسط، لانه خلاص جسمه متعود وبياخد كل سنه بياخد اللقاح. حد عنده مرض مزمن، فكل الناس اللي احنا خايفين لو جالها كورونا ممكن جالهم اعراض قويه، ده المفروض ياخد اللقاح. هل ده معناه لو ما خدتش لقاح الانفلونزا هيحصل مشكله؟ لا مش هيحصل مشكله، هو عموما كميه لقاح الانفلونزا اللي موجوده في مصر قليله للغايه، يعني هي هتخلص كمان كام اسبوع ومش هتكفي المصريين، لان ما فيش ليها احتياج لهذه الدرجه ان هي تكون ان كل المصريين ياخدوا لقاح الانفلونزا. ربنا ان شاء الله يعني يعافينا، يعني الموضوع باذن الله هيعدي على خير وبساطه يعني. يا رب، اللهم امين. طب يا دكتور، هل بمجرد اكتشاف للقاح للكورونا لكوفيد 19 يعني كده خلاص الامل بتاعنا، كده الهوب بتاعنا او الانتظار بتاعنا مجرد ان انا اكتشفت اللقاح كده الازمه هتخلص؟ هو الازمه مش هتخلص قوي، لان هو زيها برضو زي شويه كده مبدي لقاح، يعني احنا زي ما كنا لسه بنقول اهو، لقاح الانفلونزا بيتاخد كل سنه. ليه بيتاخد كل سنه؟ لان الفيروس نفسه اتغير. ده اللي هيحصل مع كورونا، انا بدي اللقاح ده لحاجتين: اقلل فرصه ان يحصل المرض بكورونا، دي اول حاجه. تاني حاجه اخلي الاعراض لو جت اعراض تيجي اخف. فانا اول حاجه بخلي ان طبعا كده كده الفيروس هيخش سواء اللقاح ولا لا، لو دخل جهاز المناعه يعرف يتغلب عليه فيجي لي لا اعراض او اعراض خفيفه. ده اللي بيعمله اللقاح. لكن هل ممكن يجي اعراض؟ ممكن، ممكن يجي اعراض اقوى شويه، ممكن، لان هو بيقلل بس فرصه الاعراض وحده الاعراض. والذاكره بتاعته قصيره، يعني اللقاح حاليا اكتر حاجه بيعملوا عليها دراسات، بيحاولوا يعملوا دراسات اذا كان اللقاح ينفع يتاخد لمده كل سنتين. لكن الارجح ان اللقاح هيتاخد كل سنه. تمام. هو كل سنه هيبقى فيه لقاح جديد. ده لو على السنه الجايه الفيروس نفسه ما ضعفش واختفى او بقى زيه زي البرد. متوقع امتى يا دكتور يكون في لقاح منتظر؟ هو يبقى فيه لقاح، ده نقطه حلوه قوي. امتى بقى نعرف ننتج كمية كافية من اللقاح لينا كلنا؟ دي نقطة تانية. فاحنا عموما اللقاحات بتاخد سنين كتير عشان تنتج، احنا طبعا سرعنا، طبعا ممكن تاخد أكتر من 15 سنة أوقات في الظروف العادية. في الظرف اللي احنا فيه حاليا احنا سرعنا فكرة التصنيع والابتكار بتاع اللقاحات ان هو يبقى حدود سنتين. فاحنا ابتدينا اهو السنة دي، فمعظم اللقاحات اللي احنا بنسمع عنها دي هيطلع لها التقرير النهائي بتاعها في حدود 2021 اخرها 2022، بس ده التقرير النهائي.
في حاجه اسمها التقرير المبدئي للمرحله الثالثه. طبعا هو في 3 مراحل للتجارب على البشر، المرحله الاولى والمرحله الثانيه والثالثه. الثالثه دي اهم مرحله، انا بجيب ناس كتير قوي، عددهم كتير قوي، واديهم اللقاح عشان اتاكد ان هو ما بيجيبش اي اصابات، ما بيسببش اي مشاكل، والذاكره بتاعته كويسه وفعلا بيقوي الجسم. ده ممكن يطلع له تقرير مبدئي، ده احتمال يطلع التقارير المبدئيه الشهر الجاي والشهر اللي بعده، يبقى عندنا تقارير مبدئيه لكذا لقاح. ساعتها هينفع نقول ان ممكن ادي اللقاح ده. فهنا ينتهي حته الابتكار، يجي فكره بقى الامداد. انا اعرف انتج كل العدد ده ولا لا، ودي بقى مشكله كبيره جدا. ملايين احنا بقى. طبعا احنا يعني العالم فيه 7 مليار، احنا محتاجين ندي لقاحات لقد ايه، وخصوصا ان يعني لو كنا على مصر، احنا الحمد لله حظنا حلو كدوله، احنا دوله دايما مهمه واستراتيجيه في فكره الادويه واللقاحات، احنا الدوله رقم 1 في افريقيا في الانتاج للادويه واللقاحات. فبالتالي دايما كل الشركات اللي موجوده في العالم لو عايزه تبقى عندها مركز لتوزيع الادويه او لتوزيع اللقاحات في افريقيا بتختار مصر. فان شاء الله ما يبقاش عندنا مشكله قوي في اللقاحات. احنا حاجزين اللقاح الانجليزي، حاجزين منه 20 مليون جرعه. المشكله الوحيده اللي مواجهانا بس هي فكره زي ما قلت لك كده، هل الانتاج هيبقى بسرعه ولا ممكن ياخد مثلا لغايه شهر 5 شهر 6 اللي جاي، لان طبعا الامداد ده معتمد على الفلوس، حجم الفلوس عامله ازاي. وللاسف يعني الفلوس دي كلها كانت تحط في مبادره كده هي اللي بتعمل اللقاحات العالم كله اسمها كوفاكس. والمبادره دي امريكا انسحبت من المبادره وانسحبت التبرعات بتاعتها، الصين انسحبت وروسيا انسحبت. ده ايه طبعا الاسباب الثلاث تقريبا؟ دول يعني كانوا بيمدوا المنظمه اللي هي بتودي، اللي هي كوفاكس دي تابعه لمنظمه الصحه العالميه، كانت هي اللي بتوزع اللقاحات، دي اللي احنا حاجزين معاها كمصر. فطبعا انسحابهم ده اثر جامد جدا على البادجت، الفلوس اللي كانوا عاملين حسابهم عليها. والحاجه الثانيه كمان ان هو تعداد ال3 دول دول مع بعض في حدود مليار و700 مليون، كتير. فلو دول خدوا الانتاج نفسه ل3 بلاد بتوعهم ومنعوه شويه، على او يعني هيدوا 50% من السكان، احنا كان نتكلم تقريبا في حدود 800 900 مليون جرعه، ال3 بلاد دول بس كده محتاجين، ودول اعلى 3 بلاد في الكثافه وفي عموما في الفلوس. يعني الصين وامريكا بالذات عندهم فلوس كتير يقدروا يشتروا اللقاحات كلها. ده اللي حاليا المنظمه الصحه العالميه ومنظمات المنظمات الدوليه بتحارب انه ما يحصلش. فنتمنى ان هو ما يحصلش، ان ده مش هيأثر. يعني زي ما قلنا، يعني احنا مصر الى حد ما في امان، بس احنا برضه مش عايزين بقيه الدول في افريقيا مثلا تتأثر، مش عايزين دول في اسيا تتأثر. يعني احنا في الاخر احنا اكتشفنا احنا قد ايه احنا عالم واحد، اي حاجه بتأثر على دوله بتأثر على بقيه الدول. شخص أكيد واحد كان قاعد في ووهان في الصين هو اللي عامل ال 40 مليون اصابه اللي حاليا احنا شايفينها. يعني فهو انتشار بعض الأوبئة ممكن يتأثر على، مش بس على شخص أو على دولة، بتأثر بشكل عام وبتأثر اقتصاديا وصحيا على كل الناس بشكل عام. ده صحيح، ده صحيح. دكتور إسلام، إحنا كدولة دورنا فين في سباق لقاح كورونا أو في إنتاج مصل لكورونا؟ احنا لينا اكتر من دور صراحه. يعني احنا مبدئيا احنا مشاركين في التجارب الاكلينيكيه في المرحله الثالثه في اللقاحين الصينيين، فده معناه ان بيبقى في ناس بتتطوع ان هي تاخد اللقاح، وده معناه ان هو عدى المرحله الاولى اللي هي للسلامه، متاكد من السلامه، وبقى عدى المرحله الثانيه اللي هي عدد اكتر من الناس عشان الفعاليه بتاعه اللقاح يبقى كويسه والسلامه، ودخل في المرحله الثالثه. احنا المفروض مصر هتشارك ب 6000 شخص ياخدوا اللقاح ده، موجود طبعا في فاكسيرا اللي هي مصل واللقاح، بيروح لاحدى الاماكن بيسجل على الويب سايت بتاع الفاكسيرا على ان هو عايز يتطوع، بعد كده هو سنه من 18 لغايه 60 وما عندوش اي مشاكل صحيه بيروح وياخد اللقاح. حتى الان التجارب دي شغاله، ده من ناحيه التجارب نفسها. الحاجه الثانيه بقى من ناحيه الانتاج، احنا هنعمل حاجه اسمها نقل تكنولوجيا. لو اللقاح اثبت ان هو جيد وفعال واحنا محتاجينه، هنبتدي يعني ننتجه في مصر. عشان طبعا ننتجه في مصر محتاجين ان الشركه الام في الصين تيجي تجهز فاكسيرا وتجهز يعني شركه المصل واللقاح والمصانع ان هي تعرف تنتج اللقاح. انتاج اللقاح شيء مش سهل، شيء صعب جدا، فمحتاج نقل للتكنولوجيا بالظبط اللي زي ما بتحصل هناك تحصل هنا. ثالث حاجه بقى الشراء، احنا كده اتكلمنا على الابتكار، ثاني حاجه على التصنيع، وثالث حاجه نقدر نشتري ولا لا. مصر عملت هيئة وزارية مستقلة تماما عن وزارة الصحة اسمها هيئة الشراء الموحد وتقييم التكنولوجيا الطبية. هيئة الشراء الموحد هي المسؤولة عن شراء كل الأدوية واللقاحات والمستلزمات
لكل الجهات في مصر، دي هيئه لسه يعني منشاه حديثا يعني. فحاليا ده اللي معاها الفلوس بتاعت مصر في شراء اللقاحات، معاها فلوس مصر في شراء الادويه. فدول دول يعني الهيئه الشرعيه المعاهده اللي كانت اشترت كل الادويه بتاعت الموجه الاولى، وحاليا البادجت بتاعتها موجوده لشراء مش بس اللقاحات، يعني اللقاحات واجهزه تنفس صناعي وتجهيز المستشفيات، ودي بالفعل تمت يعني، تم خلاص رصد الميزانيات وتم حتى حجز الميزانيات المخصصه لكل وجه انفاق اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه. تمام يا دكتور اسلام. طيب حضرتك هل تتوقع ان في سيناريو لاغلاق كامل ممكن يحصل قريب؟ بالنسبه لمصر ان شاء الله لا، يعني احنا بقينا عارفين ديتها، احنا بس هنحتاج كذا حاجه عشان نضمن ده ما يحصل، يعني ان شاء الله مش هيبقى فيه اغلاق، لان احنا الحمد لله احنا اقتصاديا ما تاثرناش زي بقيه الدول من الموجه الاولى. لكن احنا مش محتاجين نقفل عشان الاقتصاد بتاعنا يكمل زي ما هو يعني، على قد ما نقدر يعني. فايه الاحتياطات دي؟ هي ليها احتياطات من هي جزء مشترك ما بين الدوله وبين المواطن. تمام. ما بين الدوله هي فكره تنسيق القوانين والاجراءات بتاعه المحافظه علينا، يعني مثلا يبقى في غرامات مفعله لان الاماكن المقفوله ما ينفعش حد يخشها من غير كمامه، يخلوا اصحاب المصانع واصحاب البيزنس الكبير هم اللي يتولوا الحفاظ على الموظفين اللي عندهم. يعني مثلا احنا عندنا في الشركه، لو مثلا احنا في مصنع، صاحب المصنع او الشركه صاحبه المصنع هي مسؤوله ان كل العمال عندهم كمامات، هي اللي شاريه لهم اجهزه مثلا اللي هم محتاجينها للتنظيف، هي اللي شاريه لهم لو كانوا محتاجين ان هم يلبسوا الجوانتيات، وهكذا على النفقه بتاعه المصانع والشركات كمان نفسها. التباعد في بعض فالدوله الشركات والمكاتب. والتباعد بالظبط، يعني كل الاجراءات دي محتاج تبقى مسؤوليه الشركات الكبرى ومصانع، لانها اصلا لو فكرنا كده احنا فتحنا اقتصاد عشانهم. فابسط حاجه ان هم اعتقد يحافظوا يا على دكتور العمال، اسلام انه يحافظوا على اصحاب الشركات الموظفين. والمصانع مش حمل انه الاماكن تقفل تاني، فاكيد كل الاجراءات الاحترازيه اعتقد ان هم هيتبعوها بشكل كامل، يعني محدش هيتهاون في هذه الجزئيه اطلاقا يعني. بس انا متفق معاك، بس برضو محتاجين اجراءات تبقى جايه من الدوله، يعني احنا لو غالبا ممكن نبقى هنشوف حاجه زي كده لو لقينا الاصابات ابتدت تعلى في مصر لا قدر الله يعني، او لا قدر الله لو كان في اي وفيات، نتمنى يعني ما يبقاش في حاجه زي كده. إن شاء الله. فده ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني بقى على المواطن، هي فكره ان احنا نرجع تاني زي ما كنا في الذروه الاولى كده، الناس كلها كانت ما بتنزلش الا بمصر على طول، معانا في ايدينا مطهر والكحول، واقفين على طول بعيد، احنا رجعنا كأن مفيش كورونا للاسف خالص دلوقتي، يعني نادرا لما نلاقي حد لابس كمامه، التجمعات كتير جدا، الناس ما بقتش خايفه، الناس بتسلم، الناس رجعت تبوس كمان للاسف يعني، تسلم وتبوس وتحضن. فمحتاجين الوعي بقى عندنا احنا ان احنا نرجع تاني زي الاول عشان نعدي فتره الشتاء. فتره الشتاء مش هتبقى فتره ظريفه لو لا قدر الله هيفضل الفيروس موجود زي ما هو كده. فده النصين، 50% مواطن و50% اجراءات من الدوله. دكتور اسلام، انا مش يعني مش عايزه اكون متشائمه، بس عايزه اسال ايه اسوأ السيناريوهات المطروحه في الفتره الجايه؟ لا بالعكس، ده سؤال حلو مش مش تفاهمي تشاؤم. تماما، لان هو يعني لو كمان دخلنا اصلا في تعريف كلمه السياسه الصحيه، يعني السياسه اللي بتتحط عشان كوفيد هي بتدني اصلا على اسوأ سيناريو. يعني ده الصح، احنا دايما لازم نحط اسوأ سيناريو ونستعد ليه، بحيث ان لو لا قدر الله حصل بقيت مستعد، لو ما حصلش انا ما خسرتش حاجه، بالعكس انا كده كنت عامل حسابي. فالفكره كلها ان اسوأ سيناريو ان يجي لنا الشتاء ده اصابات وفيات اعلى من الذروه الاولى، اعلى من الموجه الاولى، ده اعتقد اسوأ سيناريو. ساعتها حتى لو اقتصاديا احنا مش مضرورين، فالمفترض ان احنا هنقفل او هيبقى في اغلاق كامل هيبقى يعني. ساعتها هيبقى فيه اغلاق تام، وساعتها الوفيات هيبقى لا ان عددها شاء الله ما كبير، فيش وده اغلاق يعني، ان شاء ان الله شاء ما الله ما يحصلش، فيش اغلاق يعني، الموضوع ده هيبقى مؤثر هنحاول. للمره الثانيه. المره الاولى كان فيها تاثير شديد جدا على الكثير من الشركات واصحاب المصالح والمصانع وما الى ذلك، وحتى المواطن المصري اللي هو مش في حمل انه يحصل، لانه في بعض الناس شغلها يومي، فتاثر اليوم بالنسبه له ممكن ما يلاقيش ياكل بصراحه. وعشان نطمن الناس برضو، احنا ليه بنقول السيناريو متشائم؟ بس بنقوله عشان نبقى جاهزين ليه، مش معناه انه هيحصل. طيب احنا فرصة انه يحصل لا قدر الله السيناريو المتشائم ده فرصتها ضئيلة جدا، بس ايوه تخيلوا كده مثلا ان طمنتنا، احنا ضئيلة لا هي جدا. ضئيلة جدا. ايوه احنا نركز ليه على دايما ضئيلة جدا نحط دي يا دكتور. ضئيلة جدا؟ لان هو
عموما ان يجي موجه تانية اشد من الاولى دي ما حصلتش في التاريخ غير في الانفلونزا الاسبانيه، هي مره واحده وبتحصل غالبا لما بيكون المنظومه الصحيه ووعي الناس وحش جدا. طبعا ده كان في العصور الوسطى، فحاليا احنا عندنا مستشفيات جاهزه. لو اتكلمنا على مصر مثلا عندنا تقريبا النظام الصحي مستعد يعني بدرجه 100% لو لا في قدر الله مستشفيات حصل جاهزة نشر لاستقبال اصابات او الناس اخطر. وإلى حد ما الوعي متوسط غير الأول. الوعي الصحي عند الانظمه الصحيه في مصر اي نعم، الحوكمه بلاش اللفظ اللي حضرتك دي، بس يعني مثلا فصل ان احنا مثلا مقدمين الخدمه والمستشفيات في جهه، وزي ما قلنا كده بقى في هيئه للشراء فقط، بقى في هيئه في لجنه للكورونا فقط، كل الفصل القوات ده خلى عندنا منظومه صحيه في خطوط دلوقتي كمان فعليا ساخنة جاهزه. بشكل مستمر للإبلاغ عن المخالفات في المقاهي أو ما إلى ذلك. خليني أقول أرقامهم بس للناس على الشاشة يا دكتور إسلام. في رقم بشكل عام واتساب ممكن أي حد لو وجد أي تهاون في أي مؤسسة زي كافيهات أو مطاعم أو مؤسسات تعليمية أيا كان، لا في رقم 011 555 088 51، وفي رقم تاني 011 555 086 88، ودي أرقام واتساب تقدر إن أنت ترسل عليها الشكوى أو ترسل عليها المخالفة سواء مصورة، ويفضل تكون مصورة وموثقة عشان الجهات المعنية تتابع هذه المشكلة عن قرب. وطبعا في أرقام لكل محافظة تقدر الناس بسهولة تقدر إن هي تعرف هذه الأرقام. دكتور اسلام، يعني انا كان في سؤال كده كان المفروض ان انا اساله لحضرتك اول الحلقه، بس في ناس كتيره جدا عندها يعني اختلاط او سوء فهم ما بين المصطلحات، الموجه الاولى، الموجه الارتداديه، والموجه الثانيه، ايه الفرق ما بينهم هم الثلاثه؟ دي نقطة كويسة يعني، ونرجع تاني لحد ما الكلام معلش هيبقى علمي شوية هنحاول نبسطه. هو عموما الفيروسات كلها بتيجي في موجات، موجة أولى، موجة تانية، موجة تالتة، ممكن ما نبقاش حاسين بالموجات. يعني مثلا احنا لغاية دلوقتي بيجي موجات من سارس وميرس اللي هي الفيروسات قديمة، بس ما بنحسش بيها الحمد لله، تيجي خفيفة جدا. فده كلمة موجة معناها إن الإصابات بعد ما تكون قلت ترتفع تاني، وممكن يبقى مصاحب ليها وفيات وممكن ما يبقاش مصاحب ليها وفيات. ده تعريف كلمة الموجة. طب الموجة التانية معناها إيه؟ معناها إن أنا حصل عندي انحسار يعني نزول في الأرقام والإصابات وأوصل للا وفيات أو عدد قليل جدا من الوفيات، وفي رحلة في وقت كده في سكون، مفيش أي حاجة، مفيش مشاكل، مفيش إصابات، هكذا تبتدي الارقام ترتفع تاني. او في ابقى لسه الموجه نفسها ما خلصتش، بعد كده الارقام تبتدي تتذبذب تعلى وتقل، فبقت الموجه دي ارتداديه للموجه الاولى. المسميات مش مهمه قد ما مهم ان انا اشوف وانا يا ترى هعمل ايه في دي او في دي. احنا طبعا شفنا الموجه الثانيه يعني كما يقول الكتاب كده اللي هو الموجه الاولى خلصت، ما فيش اصابات، ما فيش وفيات، مثلا شفناها في الاردن، شفناها في الامارات، شفناها في الصين، شفنا التذبذب مثلا في بعض بلاد اوروبا، شفنا تذبذب قوي جدا في موجه كبيره ومش عايزه تقل، عماله بس التذبذب شويه تحت بعد كده تعلى تاني في امريكا. هو تمام. سبحان الله الفيروس ده يعني احنا دايما كنا نقول في الاوبئه الوباء ده بيجي في موجات موسميه، الوباء ده بيجي في موجه واحده وبعد كده بيختفي. الوباء ده جه كل انواع الموجات بكل اشكالها في العالم كله، بلاد جالها موجه تانيه وبعد الموجه الاولى بقى كان في فتره راحه، بلاد ما فيهاش اصلا راحه تماما، بلاد فيها موجات ارتداديه بس، بلاد ما حصلش فيها تفاقم من الاول زي بلاد مثلا في غرب افريقيا مثلا. تمام. طيب دكتور اسلام، دلوقتي في احنا داخلين على موسم انتخابات، وداخلين على موسم تجمعات لاطفال كتير في مدارس وفي جامعات، ويمكن كمان شويه وهيبقى كمان يمكن خلاص بالفعل موسم العمره خلاص ابتدى. هل في يعني حاجه نقدر نعملها علشان خاطر يعني التجمعات دي ما تاثرش علينا احنا، ونبتدي فعلا نحس بقى ان في موجه تانية مرتفعه زي الموجه الاولى؟ هو يعني انجلترا عامله سيستم حلو كده اسمه رول اوف 6، يعني هو قاعده الست بني ادمين، ما ينفعش اي مجموعه تبقى اكتر من 6 اشخاص، وما ينفعش يبقى ال6 اشخاص دول مش لابسين كمامات، ما ينفعش 6 اشخاص دول يبقى واقفين ما بينهم بعض في مسافه اقل من نص متر، حتى مش متر. تمام. قاعده بسيطه احنا متهيألي سهل ان احنا نعملها.
هي الماسك انا مش عارف الناس ليه مستصعباه ومستثقلاه، يعني الماسكات حتى لو حد لابس ماسك خفيف مش لازم ماسك تقيل، مش لازم ابقى ال N95 او الحاجات اللي هي التقيله دي، بس هو خلاص المفروض تكون الناس تتعود. وخليهم يحطوا في بالهم كده، هو بيبقى مش طايق يحط الماسك 10 دقائق مثلا هو ماشي في الشارع وراح مشوار. في دكاتره بتلبس ماسكين فوق بعض، منهم واحد N95 ولابس عليها الشيلد الفيس شيلد اللي هو بيغطي الوش، ولابس بدله كامله البي بي اي دي، بتبقى ده كل ده عشان في اصابات. خلينا ندي للطاقم الطبي والدكاتره راحه، بيفضلوا لابسين اللبس ده مثلا 8 12 ساعه، ده اللي حصل في الذروه الاولى. فلو انا مش قادر استحمل 10 دقائق، خلينا نفكر في عدم استحمالي ده ممكن يخلي الطاقم الطبي ده كله لابس البي بي اي ولابس كل التجهيزات دي لمده 12 ساعه او 14 ساعه زي ما شفنا في الموجه الاولى. في ناس كانت بتلبس وقت اطول يا دكتور اسلام كمان. الدكاتره يعني هو كان طبعا بيلبسوا ويريحوا بيناموا في نفس المكان، بس في دكاتره مثلا فضلت شهور ما روحتش، في دكاتره فضلت كذا شهر ما روحتش بيطلع، اطباء والشفت كان وتمريض بيقعد. وعمال كل طاقم المستشفى الحقيقه كان بيتعب في الفتره ده في حقيقي، الازمه الاولى. ده حقيقي صراحه. طيب دكتور اسلام، بالنسبه لحضرتك بما انك ذكرت الطاقم الطبي، هل في الدوله يعني قادره ان هي توفر للطاقم الطبي الاجراءات الاحترازيه او الوقائيه ان هم يقدروا ان هم يجابهوا الموضوع دلوقتي، ولا لسه ما زلنا ان احنا ما عندناش الاجراءات دي بصوره كافيه؟ لو اتكلمنا على مستلزمات هيبقى في مستلزمات واجراءات. لو مستلزمات خلاص دي ضم، يعني دي خلصت خلاص، كل المستلزمات اللي احنا ممكن نكون محتاجينها حتى الأسوأ السيناريوهات موجوده، بتجهيز المستشفيات، بشراء الادويه. احنا حاليا حتى بنصنع البروتوكولات اللي احنا كنا بنقعد نقول الدواء الياباني وهكذا، الفافي برافير رامدزيفير الامريكاني، احنا بقينا بنصنع الاثنين في مصر، فما يناش عندنا مشكله في التصنيع او المستلزمات اللي هي الكمامات والبدل الوقائيه، برضو ما بقاش فيها مشكله. لو اتكلمنا اجراءات تمام، هي نفس فكره الوعي، نفس وعي الشخص العادي. هنرجع بس نفكر الدكاتره تاني، لان برضو اوقات العيادات الخارجيه بيبقى فيها زحمه جدا، ما قدروش يسيطروا على العيانين ان هم داخلين، عددهم كبير، طاقم التمريض نفس الكلام. فبالتالي الترتيب هنا بس هيبقى تاني تدريب ووعي وزيادة وعي مش أكتر من كده، لكن من حيث شراء المستلزمات دي خلاص دي خلصت من شهر تقريبا. تمام كويس. في الأزمة الأولى يا دكتور إسلام كان بعض الناس تهافتت على بعض الأدوية، وكانت بتنتشر كده على صفحات التواصل الاجتماعي ورقة كده مكتوب فيها إنه دي الحاجات اللي أنت لو خدتها هتحافظ على نفسك وهتقوي جهازك المناعي، فبدأ بعض الأدوية بعينها ما بقتش موجوده في الصيدليات، وبدا بعض الادويه تباع بسعر اغلى من سعرها ظنا من الناس ان هي دي اللي هتساعدهم على الحفاظ على مناعتهم، وبالتالي هيقدروا ان هم يواجهوا فيروس كورونا. مدى صحه الكلام ده ايه؟ طب خلينا يعني نبتدي بحاجتين كده. اول حاجه، اي دكتور او صيدلي او اي حد بيشتغل في المجال الطبي كتب للناس نصيحه او روشته على الفيسبوك ولا على مكان، لان هو اي حد ياخدها انا شايف ان دي جريمه. دي كويس. جريمه. الطب والصيدله دول مهنتين لازم يمشوا ببروتوكول معين. القسم اللي بيقسمه الدكاتره والصيادله تمام، ان العيان ده لازم يبقى ليه حق ان هو كل عيان يكشف لوحده ويتم تشخيصه لوحده، مش كل دواء ينفع لشخص ينفع لشخص تاني. في ناس عندهم حساسيه من ابسط الادويه، لازم الدكتور يكشف عليه ويكتب له هو لوحده الروشته بتاعته. الروشتات المجمعه واللي بتنزل دي جريمه، يعني دي جريمه المفروض يسائل عليها اي دكتور او صيدلي بيعملها. وفكره طبعا ان انا اروح بقى، انا كمواطن انا المفروض انا نقول للناس ايه؟ انت لو لقيت اي حد دكتور حتى او صيدلي بيقول للناس كلها كده خدوا الدواء ده، ده للاسف للاسف يعني عن يعني ما فيش ادنى احترام للمهنه. المهنه بتاعتنا ما هياش مهنه ان انا ادي لاي حد اي حاجه. كل شخص لازم ليه دواء بعينه. انت ممكن تاخد دواء شخص يخف، شخص تاني ياخده ممكن لا قدر الله يموت، مش مثلا حتى كل يمرض او شخص فينا يتعب. له بروتوكول علاجي مختلف عن التاني في اي مرض في الدنيا يعني. بالظبط، والله اعلم. الشخص مثلا انا بقول له انت، انا شفت كذا فيديو بيكتبوا 15 16 دواء للعيان. طب ما هو الراجل ده ممكن يبقى عنده سكر، عنده ضغط، عنده القلب، في ادويه كتير جدا تتعارض مع الامراض التانيه، في ادويه بتتعارض مع بعض، ما انا ما اعرفش هو بياخد ادويه ايه تاني. احنا الصيادله عارفين طبعا المعلومه دي،
الادويه بتتفاعل مع بعض، يعني واحد بياخد دواء الضغط وبياخد معاه ادويه تانية مثلا مسكنه، ما الادويه المسكنه بتتفاعل مع ادويه الضغط، ما ينفعش تاخده مع بعض. كل ده ما بيحصلش في الروشتات اللي بتبقى موجوده، الروشتات المجمعه اللي بتقعد تدور، اللي بتقعد تلف في الفيسبوك. ورسائل على الواتساب ورسائل على الماسنجر، ويبدا الناس بشكل عشوائي تبدا تنزل تشتري الدواء وتبدا تجمعه في اكياس وتبدا تحصن نفسها بيه يعني، وكان هو ده العلاج الرئيسي او المقوي لمناعتهم ومش هيجي لهم الفيروس. وده يعني للاسف ملوش اي لازمه. النقطه الثانيه سريعا جدا، ان في مسؤوليه اجتماعيه ان انا ما اخزنش دواء، لان ده حصل للاسف مثلا في هيدروكسيكلوروكوين في الاول لما الناس قالت ان هو مفيد للكورونا، الناس كلها اشترته، وده دواء بيتاخد العيانين اصلا من زمان بقى لهم سنين بياخدوه، سواء كان للذئبه سواء كان للروماتويد، والعيانين دول للاسف ما بقوش بيلاقوا الدواء، فانا حرمت ناس من الدواء اللي كان بقاله سنين بياخده عشان بس طلع دراسه بتقول ان الدواء ده ينفع للكورونا. فبس ما نخزنش ادويه يعني ما لهاش لازمه. تمام يا دكتور اسلام. طب يعني دلوقتي اخر سؤال لحضرتك، وده بقى عشان نطمن يعني الناس، بمجرد ان شاء الله باذن الله ما اللقاح ما يتوفر، هل حضرتك معتقد اول ما اللقاح ينزل وعندنا هنا في مصر بالذات هيبقى في اقبال على ان حد ياخده، ولا الناس هتتخوف من حاجه زي كده؟ هو عموما اللقاح هينزل ببروتوكول، يعني هينزل كمان مين اللي ياخده، فهو في اولويات، يعني الاولويه طبعا للقاح هي للطاقم الطبي، لان ده اكتر ناس بتتعرض لحمل فيروسي واكتر ناس بيتعاملوا مع الفيروس يعني. هل هيبقى فالطاقم الطبي إجباري؟ ده هياخد اللقاح اول ناس، بعد كده الناس اللي عندهم امراض مزمنه وكبار في السن، بعد كده اي حد شغله بيتضمن احتكاك مباشر مع عدد كبير من الناس او عنده يعني مشاكل معينه سواء مرضيه او ان هو بيتعامل مع ناس مصابين. فدي الاولويات، بعد كده بقيه الناس، طبعا الشباب اقل ناس في الاولويه والمتعافين برضو اقل في الاولويه. فده الترتيب، وان شاء الله الجرعات اللي احنا حاجزينها هتكفي ان احنا ان شاء الله نحافظ على نسبه عاليه من التطعيم. إن شاء ان الله شاء يا الله دكتور باذن إسلام. الله. دكتور إسلام، ان شاء يعني الله. للأسف وقت حلقتنا انتهى، سعدنا بهذه المعلومات، استفدنا والمشاهدين أعتقد أنهم استفادوا من هذه المعلومات، معلومات مهمة. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور إسلام عنان، دكتور اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية، شكرا جزيلا ليك. ألف شكر لحضرتك دكتور إسلام، وأسعدتنا النهارده باللقاء، وإن شاء الله بإذن الله يعني يتجدد اللقاء مرة أخرى مع حضرتك إن شاء الله بعد ما الغمة تنزاح عن مصر بإذن الله. كنا معاكم النهارده دكتور خالد صقر ودكتورة إيمان عزيزة، انتظرونا الأسبوع اللي جاي إن شاء الله بإذن الله وحلقة جديدة من تواصل. سلام عليكم.